يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم اقتناء الذئب، ما حكم اقتناء الذئب معلما كان أو غير معلم؟ اقتناء ايش؟ الذئب. الذئب نعم، لا يجوز اقتناء الذئب، هذا سبب، لا يجوز اقتناء، إنما أذن في اقتناء الكلب للحراسة أو للصيد أو للحراسة أو للصيد، حراسة المزرعة أو حراسة الغنم أو للصيد. نعم، وتقلد ذي بحرس الغنم أحسن له. نعم.